بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم هشام أوراق، بارتنر أجري مع Forever Living Product. حبيت ندير هاد الفيديو اليوم بويس كان بزاف ناس دومونداوني باش نبريزونتي عليهم هاد لا سوسيتي و نبريزونتي لهم لي برودوي تاعها و ميم طون تاني نفهمهم سيرتو في لوبورتينيتي دافير لي راهي فتحتها للناس كامل اللي حابة تخدم واللي حاب تاني يدير مدخل زيادة ومنتو تاني اللي حاب يدير بروبر بيزنس ديالو. ان شاء الله تبعوني في هاد لا فيديو، رايح نشرح لكم كاع واش يخص هاد لا سوسيتي ويخص فرصة العمل ديالها ويكون هاد الشيء بصفة عامة بيان سور. واللي حب اي يقدم اي ملاحظة ولا يستفسر عن اي حاجة ولا تفصيل يكونتاكتيني في الفيسبوك ديالي اللي هو هشام أوراق، ولا على لي نيميرو التليفون ان شاء الله اللي راح نحطهم على فيديو. دونك الحاجة الاولى اللي راح نبداو بها هي لا سوسيتي. هاد لا سوسيتي بدات في 1978 مع هاد السيد اللي راكم تشوفوه في لافوطو اللي اسمه ريكس موغان. بدا هاد لا سوسيتي من هاد السياج اللي راكم تشوفوا فيه واللي جاي في لاريزونا في لاميريك. هو بدا في 1978 من هاد السياج ومن بعد توسع مع مرور السنوات، توسع بشوية بشوية حتى نلحق دركا 175 دولة راهو فيه السياج كيما راكم تشوفوا. كل دولة فيها سياج تابع لا سوسيتي. هو هاد السياج يكون كوم ان ديبو ولا مخزن لهاد لا سوسيتي تحط فيها لي برودوي ديالها. بالنسبة لي برودوي تاع هاد لا سوسيتي هما متعلقين بدرجة أولى بهاد لا بلونت اللي راكم تشوفي فيها في لا فوتو. هاد لا بلونت اسمها لالوي فيرا. لالوي فيرا هادي بون بيان سور كي تحوسوا عليها رايحين تلقاو عليها بزاف معلومات، منها انه هاد لالوي فيرا معروفه من بكري. صابوا في الابحاث ديالهم باللي من القدامى كامل الناس القدامى كامل كانوا يستعملوها كيما الفراعنه بار اكزومبل، الفرس، الرومان، الفينيقيين، المسلمين. تاني صابون، تاني شخصيات معروفة كانت تستعملها كيما كريستوف كولومبوس كان يديها معاه في الرحلات ديالو. صابو تاني مهام المهاتما غاندي في الهند هضر عليها وكان يستعملها بزاف. بالنسبة لهاد لابلونت فيها فوائد كبيرة، صابو فيها فوائد كبيرة حتى وصلوا انه سموها بالنبتة المعجزة، لدرجة انها فيها فوائد كبيرة لجسم الانسان سواء داخليا ولا خارجيا. وهاد لا سوسيتي تبازي بدرجة اولى كما قلنا في لي برودوي ديالها على هاد لا بلون. ومكلاسي هاد لا سوسيتي ليدر مونديال في انتاج هاد لا لوي فيرا. كلاس لو برومي في لو موند في انتاج لالوي فيرا. وثاني ما تتكفلش برك غير بزراعه وانتاج لالوي فيرا، بالعكس تتكفل بزراعه لالوي فيرا، تتبعها حتى تكبر و تنحيها وتخدم بها دي برودوي ديالها. ومام طون هي اللي دير ترونسبور لي برودوي ديالها. علاش دير هاد الشيء كامل؟ باش تضمن انه الجوده تاع لي برودوي ديالها تقعد ديما مليحه، تقعد ديما حاجه كاليتي وما تنقصش لا كاليتي تاع لي برودوي ديالها. حاجه واحده اخرى انها مش تزيد، مش مركز غير على هاد لابلونت، وانما تزيد دي بلونت واحد اخرين، تستغل دي بلوند واحد اخرين في لي برودوي ديالها كيما الجينسين، كيما الشيا، كيما الماكا، كيما مثلا لي برودوي تاع النحل. كلاسيا تاني ليدر مونديال في انتاج منتجات النحل كيما العسل والبونا اللي هو حبوب الطلع والبروبوليس اللي هو الشمع
اللي يغطي به النحل الخلايا ديالو، وجيلي رويال اللي هو غذاء الملكة اللي تتغذى به الملكة. بالنسبة للعسل مثلا، العسل تاع هاد لا سوسيتي مكلاسي دوزيام لو موند من جهة الفوائد ديالو. كيما نعرفو العسل الاول في لو موند من جهة الفوائد ديالو هو عسل السدر، واللي من عند ربي فيه فوائد كبيرة. الزهرة تاع السدر فيها فوائد كبيرة بزاف، من جهة يبقى العسل تاع فورافر هذا من كلاسي دوزيام في لو موند من جهة الفوائد. حاجة ناتورال، عسل طبيعي، ما فيش أي يعني ما فيش إضافات سكرية، ما يزيدولوش السكر، وإنما مخدوم مجبود من النحل، من عسل تاع النحل ديريكتومون. يبقى بالنسبة لي برودوي الاخرين رايحين نتعرفوا عليهم في لا فيديو هذه مع من بعد ان شاء الله. بالنسبة للاعتماد اللي عند هاد لا سوسيتي على الخدمة ديالها، وعلى خصوصا على لي برودوي ديالها، عندنا دي كاشي كيما راكم تشوفوا اعتمادات. كاين من لا دروات لا غوش، كاين الاول هدايا. بالنسبه للاول هدايا على لا دروات، هو اعتماد على المجلس الدولي تاع لالويفيرا. كاين مجلس دولي سبيسيالمون يحمي نبتة لالويفيرا هذه، بويسك كما قلت لكم فيها فايدة كبيرة، يحميها من الاستغلال المفرط، ويحميها من الغش، ويحمي التاني يعطي الاعتماد اللي يستعمل النوع المليح تاع لالويفيرا، بويسك هاد لالويفيرا كابابل. كاين بزاف ناس تلاقاو بيها برا، مي كنصيحة لازم يتأكد قبل من نوع لالويفيرا، من نوع لالوا اللي رايح يستعملها، إذا كان يستعملها ديريكتومون ماشي كوم برودوي، لأنه فيها أكثر من 300 نوع. ومن الأنواع هذه كان غير زوج انواع ملاح، الباقي كامل كما نقولوا سوفاج، ممكن يضر الانسان. كما مثلا كاين الشامبينيون، كما نعرفوا باللي كاين بزاف انواع سوفاج، وكاين فيها انواع ملاح. الفو يعني نتاكدوا قبل من انواع الملاح باش نقدروا نكونسوميهم. هاد لالويفيرا نفس الشيء، عندها اكثر من 300 نوع، اغلبيتها كامل سوفاج. كاين زوج انواع برك ملاح فيهم. لهالشي اللي حب يستغل لالويفيرا كنبتة يلزم يتأكد قبل من أنها النوع المليح تاع لالويفيرا. وبالنسبة للي يحب يعرف النوع المليح تاع لالويفيرا وشنو هو، اسمه الكامل هي لالويفيرا باربادنسيس ميلر. نعاودو، اسمها الكامل لالويفيرا باربادنسيس ميلر. هذا بالنسبة للكاشي الأول. وتاني هذا المجلس يمد الكاشي ديالو خصوصا للشركات اللي تدير نسبة كبيرة من لالويفيرا في لي برودوي ديالها. كيفاش تعرفوا اسكو لالويفيرا مدايرة بنسبة كبيرة في البرودوي ولا لا؟ لا، تلقاو القانون تاع الدول كامل تطلب من الشركات أنها ترتب المواد المستعملة، يعني كي تروحوا للمقادير ولا المركبات تاع أي منتج تلقاو مرتبينهم على حسب نسبة الاستعمال تاع كل حاجة في هذاك المنتج. يعني كي تلقاو لالويفيرا هذه مع تلقاوها الأولى ولا مع المكونات الأولين تاع أي منتج، تعرفوا بلي راهي نسبتها كبيرة في هذاك المنتج. اما الى لقيتوها مع هي الاخرى ولا مع الاخرين، اعرفوها باللي دايرين منها غير شويه، خصوصا انه ممكن تلقاو شركات تحب تستغل هاد لالويفيرا غير باش تربح منها كاسم برك زياده ديرو في البرودوي ديالها باش تربح منها هذا المكان. مي هنايا في فورافر كما قلنا لكم، اغلب المنتجات تاع وتهاد لا سوسيتي تبازي على لالويفيرا.
بالنسبه لكاشي الدزيم اللي هو حلال، اعطاه المجلس الاسلامي لهذا لا سوسيتي، لانه لي برودوي ديالها حلال، ما فيهمش اضافه اي اضافات حيوانيه ولا مشبوهه تكون حرام. لي برودوي ديالها ناتورال وبيو، ما فيهم حتى حاجه حرام. بالنسبه للكاشي التروازيام ديرماتست، هو انا هو واحد المخبر الماني معروف عالميا، عطى الكاشي هدايا لهاد لا سوسيتي بعد ما دار تحليلات واختبارات على المنتجات، منتجات التجميل ديالها اللي يمسوا البشره، وصاب باللي ما يهلكوش البو، بالعكس ما يهلكوش البشره، بالعكس انه يفيدوها. اعطالها هذا الكاشي والاعتماد باللي لي برودوي ديالها ملاح للبشره. بالنسبه للكاشي الكاتريام، هو كاشي تاع لا كاليتي، مدوهم لهم الكونترول دو كاليتي اللي تلقاه مره على مره يروح كيما نقولوا يصدم عليهم، يفيريفي يكونترولي الخدمه ديالهم، اسكو راهم يخدموا كاليتي، اسكو راهم يحترموا معايير الصحه ومعايير الجوده في الخدمه ديالهم، اسكو البرودوي ديالهم حاجه كاليتي وما فيهش طرا في كل حاجه. كي يلقاو بعد عده ما يعني بعد بليزيور فوا تاع كونترول، وبعد مده يلقاو باللي الخدمه ديالهم قعدت كاليتي والبرودو ديالهم قعد بنفس الكاليتي، يعطوا لهم هذا الكاشي. بالنسبه للكاشي السانكيام واللي هو متعلق بطبيعة المنتوج، يعني اسكو فيه اعراض جانبية ولا لا لا، هذا الكاشي معناه ماشي محتاجين يسيو قبل البرودوي على الحيوانات باش يمدولهم للانسان، لانه لي برودوي تو سامبلومون دي برودوي ناتورال طبيعي وبيو، ماشي ما فيهمش دي زيفي سكوندير، ما فيهمش اعراض جانبية باش يحتاجوا يسيوهم قبل على الحيوانات باش يمدوهم للانسان. بالنسبه نرجعوا لالوي فيرا، واش دير هاد لالوي فيرا؟ فيها كما راكم تشوفوا فوائد بزاف. هاد لالوي فيرا كما راكم تشوفوا بار اكزومبل ناخذ ريغولاتور، واش معناتها ريغولاتور؟ منظم. واش تنظم؟ مثلا عندنا كما السكر، تنظم السكر انها تخليه مستقر، وجنب الناس من الاعراض الجانبيه تاع هذا السكر، تخليه مستقر ما يطلعش وما يهبطش، وجنبهم من الاعراض، جنبهم من الاعراض الجانبيه تاع هذا السكر. بالنسبه لحاجة واحده اخرى، ناخذ مثلا عندك اونتي انفلاماتوار، يعني ضد الالتهابات. عندنا بار اكزومبل الالتهابات كيما الكراجم، تلقاهم تلقاك باللي تكلميهم. عندنا مثلا كيما التهابات واحد اخرين، التهاب تاع الجلد تلقاهم تكلميهم، وكاين مثلا ضد الحكه كيما كاين نوع من الحب وكاين نوع من الحكه تعطيك هذا الشيء. بالنسبه للعفايس واحد اخرين، عندنا اونتي بريريتيك ضد الحكة كما قلنا، عند اوتيسيبتيك ضد الجراثيم، عندنا كالمونت مهدئ. واش معناتها مثلا مهدئ؟ عند مثلا اللي عنده ستريس يتقلق بزاف، سيرتو جماعة اللي يتكيفوا ويشربوا الدخان، تلقاه تنحي لهم هذاك الستريس، تكلميهم. امام اللي عنده مشكل ما يرقدش مليح من الستريس، تلقاه تكالميه واللي ترقلي له البروبليم تاع الرقاد يولي يرقد بيان. مثلا تاني كيما قلنا الالتهابات، تكالمي الالتهابات. ناخذ حاجه واحده اخرى، بعد ان ايدراتون مسيل بار اكزومبل، تلقى اللي عنده مشكل في البشره ديالو تلقاها حرشه، ترجع حاله منسها نورمال وطبيعيه.
مثلا في شعر كاين اللي عنده شعر ناشف ولا كيما نقولوا مكشرد، تلقاه تليس له شعره ترجعه له ليس ويمشي المشط فيها نورمال. عندنا بار اكزومبل سيكاتريزون، تنحي لي سيكاتريس تاع لي زوبيراسيون تاع الحريق تاع تاع بار اكزومبل تاع بار اكزومبل الموس ولا اي حاجه واحده اخرى. عندنا بار اكزومبل كيما قلنا السومنيفير الارق، تنحي الارق. عندنا تقوي مناعه الجسم، ايمونو ستيمولون. عندنا لاكساتيف، ملين ومسهل. عندنا ديبيراتيف، تنحي المواد السامه من الجسم. تحبوا يعني كاينين دي فيديو بزاف يحكيو على هاد الالويفيرا، تقدروا تتعرفوا فيهم على فوائد اكثر. وباش ما نطولش في الفيديو هادي، ناخذ كل شيء رابيدمون ونجوزوا لحاجه واحده اخرى. عندنا كما راكم تشوفوا اونتي الرجيك ضد الحساسيه، عندنا تونيك منشط ومقوي، عندنا بينيترون مخترق يدخل داخل، خصوصا بالنسبه للكرام اللي تحطوه من برا تلقاهم يدخلوا لداخل. عندنا اوبيبتيك هاضم، تلقاه يساعد في عمليه الهضم. عندنا سيلولير ريجيناتور ريجينيراتور سيلولار، تلقاه يجدد الخلايا خصوصا بار اكزومبل البشره، تلقى عندك خلايا ميته وتتقشر البشره ديالك، تلقاه ينحي الخلايا الميته هذه ويجدد لك في بلاصتها خلايا جديده. صورة تاني الخلايا الداخليه كما كريه الدم الحمراء وخلايا واحده اخرى تلقاهم يجددهم. هذا باختصار واش فوائد لالويفيرا. اما بالنسبه واش فيها لالويفيرا، تلقى لالويفيرا هذه كما راكم كما شفنا قبل فيها واحد الفروع، هذيك الفروع كي تفتح تنحى منها هذا الجل اللي راكم تشوفوا فيه في فوتو. هذا الجل واش فيه؟ فيه 98% ما وفيه 2% دي برانسيب اكتيف، اعضاء نشيطة. وأعضاء نشيطة وشنو هي؟ هي لي فيتامين ال أ بي أن بي دو بي تخوا والآخرين تاني. عندنا لي زاسيد أنيمي، عندنا ليمونو، عندنا لي ميرورو، عندنا لي زنزيب. عندنا في الألويفيرا هذه آخر الأبحاث تقول بلي فيها أكثر من 200 برانسيب أكتيف، يعني عضو نشيط يحتاجها الجسم. فيها اكثر من 85 مغذي. وش معناتها اكثر من 85 مغذي؟ يعني قسم نقدر نقولوا ناكلوا عده ماكولات متنوعه ولمده طويله كامل باش نقدروا نتغداو بال 85 مغذي هادو اللي راهم في الالوي فيرا. يعني نقدروا نقولوا باختصار الالوي فيرا فيها بزاف مغذيات وفوائد كاينين في الطبيعة كامل تجمعوا فيها. بالنسبة للفوائد الألوي فيرا كما قلنا فاش تفيد، عندنا توشي بزاف مجالات في جسم الإنسان. عندنا توشي المجال الهضمي، تسهل عملية الهضم، تمشي المعدة مليح، تجددها، تعاونها في الخدمة ديالها، تعاون من البكتيريا الهاضمة في جسم الإنسان. تنفع تاني مجال القلب والأوعية الدموية، تنفع مجال الأربطة والعظام، تنفع في مجال الأمراض الجلدية، مجال الجهاز التنفسي، مجال العيون، مليحة تاني للأسنان والفم، مليحة تاني للغدد الصماء، وتاني مليحة لأمراض النساء. هذه بصفة عامة فيما يخص هاد لا سوسيتي وفيما يخص هاد لا بلونت اللي هي الالوي فيرا. بالنسبة لي برودوي هادو تاع هاد لا سوسيتي، معلومة مهمة نزيدها لكم باللي
لي برودوي تاع هاد لا سوسيتي 100% ناتشورال، ما فيهمش اضافات كيميائيه. كيفاش انه ما فيهمش اضافات كيميائيه وكيفاش يقعدوا مده طويله وهما محفوظين بلا ما يزيدوا منهم اي حوافات كيميائيه، خصوصا كنا نعرفوا بلي هاد الالويفيرا كنا نحو منها مورس ونفتح ونخرج الجل هذاك باش نكونسوميو، يقعد 3 سوايع وتروح للفايده ديالو، يعني يتاكسد. وكيما نعرفوا باللي الحوافل الكيميائيه اللي تزاد المنتجات الاخرى عندها 2 سلبيات، اون برينسيب عندها 2 سلبيات اللي هما في الاول تلقاه يهلك، كاينين بزاف الحوافل يهلكوا جسم الانسان، وكاين كاين حوافل مسرطنه، وكاين حوافل تاني تلقاه تنقص من الفايده تاع المنتج. وباش يفيتي مول الشركه هاد السلبيات، حوس على طريقه تخليه يحفظ الفايده تاع هاد لابلونت ولي برودوي ديالو بلا ما يزيد لهاد الحوافل الكيميائيه. كيحوس بلي كاين انسان اخترع طريقه تحفظ بها فايده تاع اي منتج بلا ما تزيد له اي حوافل كيميائيه، وهذه الطريقه اسمها ستابيليزاسيون افروا. ستابيليزاسيون افروا هذه بالعربيه معناتها استقرار على البارد. استقرار على البارد نقدروا نمثلوها احنا عندنا في كجزائريين مثلا، نرقدوا الزيت ونرقدوا الفلفل الحار، نرقدوا عفايس هكذا، تلقاه ما نزيدو لهم حتى حوافد ما والو، وانما نزيدو نديروهم في الماء، نزيدو لهم شويه ملح وشويه خل هكا ونرقدوهم، تلقاه يقعد محفوظ وما يفسدش مده طويله ويحفظ تاني الفوائد ديالو. هاد السيستم تاع ستابيليزاسيون افروا كما قلنا خلى لا سوسيتي هذه تخدم لي برودوي ديالها وتحفظهم بطريقه طبيعيه بلا ما تزيد لهم اي اضافات كيميائيه. وبالنسبه لطريقه الاستقرار على البارد، هاد لا سوسيتي عندها براءه الاختراع على هاد الطريقه كما راكم تشوفوه هنايا في لافوتو. بالنسبة لحاجة واحدة أخرى اللي هما لي برودوي، تلقاو في لاسوسيتي هادي بزاف أنواع تاع لي برودوي. هاد لاسوسيتي عندها أكثر من 300 نوع من لي برودوي. الحاجة الأكثر اللي تمشي في هاد لاسوسيتي، تلقى لي كومبليمون أليمونتار اللي هما المكملات الغذائية، وفي المرتبة الثانية عندك لي سوان دو كور اللي هما لي كريم ولي دونتيفريس وهادوك، عندك لابوتي الماكياج، عندك لي برودوي كوسميتيك، عندك لي جيان، وعندك لي سوا بور انيمو. هذا ترتيب بالنسبه للمنتجات اللي تمشي اكثر في لاسوسيتي. بالنسبه للمنتجات تاع لاسوسيتي، ها كيما راكم تشوفوا مثال على المنتجات، عندنا دي بواسون، مشروبات، عندنا حبوب، وعندنا مواد تجميل كيما الصابون، دونتيفريس، ستيك ديودورون، كريم ابري الرازاج، عندنا منتجات النحل تاني. بالنسبة لهادو كامل هما مواد طبيعية. بالنسبة للعفايس اللي تستهلك داخليا وهما مكملات غذائية طبيعية، تفيد في بزاف أمراض كما السكر، كما السكر، لاتونسيون، الكوليسترول، الروماتيزم، الارتروز، اللازم، الحساسية،
بروبليم تاع الكلى، كيما الحشره تاع الكلى ولا المراره، بروبليم تاع بار اكزومبل احتقان البول، كان مشاكل واحده اخرى كيما مثلا مشكل الانجاب يفيد فيه، كاين منتجات تفيد في مشكل الانجاب، كاين تاني بزاف عفايس. بين قوسين ولا ملاحظة انه هادو مكملات غذائية، ماشي محتاج الانسان يكون مريض باش يستهلكهم، لانهم ماشي ادوية وماشي ما يحتاجوش اوردونانس من عند الطبيب. هادو مكملات غذائية طبيعية كما العسل، كما زيت الزيتون، كما الزنجبيل، كما الحبة السوداء، كما أي عفسة طبيعية نحبو نشروها نروحو ديريكتومون للحانوت ونشروها، ماناش محتاجين نروحو نجيبو أوردونوكس من عند الطبيب باش نشروهم. مي في نفس الوقت تلقاهم يفيدوا جسم الإنسان الصحيح باش ما يمرضش، ويفيدوا الإنسان المريض باش يبرأ بإذن الله بيان سور من المشاكل ديالو. وعندنا تاني ماكياج ناتوريل، الماكياج ديالهم ناتوريل، ما يهلكش الكور، بالعكس يداوي، ما يهلكش البو البشرة، بالعكس يداوي البشرة ويفيدها. وتاني نحي لي زيفي تاع الماكياج القديم، عندنا سوان دو لابو لي كريم، وعندنا جيستيون دو بوا دو بوا، وعندنا دي باك تاع ديماراج في هاد في الخدمة مع هاد لا سوسيتي. دركا يعني بعد ما حكينا شوية على لا سوسيتي وشوية على لا بلونت وشوية على لي برودوي، نروحو تاني نحكيو على فرصة العمل اللي رايف تحتها هاد لا سوسيتي للناس كامل. ونتمنى انه تسمعوني مليح باش تفهموني تري بيان في هاد كي نشرح لكم هاد الخدمة. بالنسبة لهاد لا سوسيتي في الخدمة ديالها تخدم بواحد السيستام يسميوه لاملام ملتي ليفل ماركتينغ، تسويق متعدد المستويات. هاد التسويق وش حكايته وكيفاش ظهر؟ هو هاد التسويق ظهر قبل قرن في الدول الغربية. كيفاش حتى ظهر قبل قرن في الدول الغربية وفي وقت الحروب، كانت الدول هي اللي مسيطرة على كلش، مسيطرة على السكن، مسيطرة على أجور العمال، مسيطرة على أسعار المواد في الأسواق، مسيطرة على الاقتصاد، مسيطرة على المواد الباطنية، مسيطرة على الأراضي، مسيطرة على كلش باختصار. كما يعني نعطو أبسط مثال كما واش صاري في دول العالم الثالث في وقتنا الحاضر، تلقى الدولة مسيطرة على كلش، تمشي تقريبا نقدر نقولوا هي اللي تمشي كلش وتتحكم في كلش. وبسبب هاد الشيء ولأنه هاد الطريقة خلات الناس نقدر نقولوا تخدم كما الآلات، تلقاه يخدم من الصباح حتى العشية، افان كونت يحكم اجر عادي، يعني ما يعتمدش على المجهود ديالو وانما يعتمد على مدة العمل ديالو. تلقاه لازم يخدم، لازم عليه يخدم 8 سوايع باش يحكم الاجرة ديالو كاملة، ويالو كان يبدا المجهود المضاعف في هذوك 8 سوايع مش راح يزيدوا له في الاجرة ديالو، لانه ما يعتمدوش على الجهد تاع الانسان وانما يعتمدوا على الوقت اللي يستهلكه الانسان في الخدمه. وهاد الشيء خلى الانسان انه مام الانسانيه تاع الانسان تروح، انه يولي ولا كيما نقولوا يولي كشغل عبد عندهم، مسيطرين عليه، تلقاه يخدم كما يحبوا سينون ما يديش الأجرة ديالو. تلقى امام مناصب العمل ما كانش متوفرة بنسبة كبيرة، ولا فرص العمل ما كانش حاجة كبيرة.
سي بور سا كاين انسان خمم ومذاكر هذا السيستم اللي هو الام ال ام، اللي يسمح لك انك تخدم وتقدر تدير مام دراهم وتولي مستقل ماديا، يعني تولي عندك الكفاية المادية ديالك، يولي يجيبك معمر ما كي تحب تروح تشري كاش حاجة ما تخافش، تحب تدير تقدر يعني الخدمة كي تكون مستقل ماديا تقدر تولي دير دار، دير طوموبيل، وممكن دير مام مشروع خاص بك، وفوق هذا الشيء تلقى دراهم، مازالوا عندك دراهم، ما ينقصولكش دراهم. تقدر مام توصل انك تدير عفايس كنت تحلم بهم، كما مثلا في عند الغرب تلقى بزاف كاين اللي يحلم انه يشري يخت ويدور به حول العالم، يدور به الدول تاع العالم كامل. ولا تلقى كاين اللي يدير بار اكزومبل طائرة خاصة، يشري طائرة خاصة ويدور يدير بها دورة حول العالم. كاين اللي مثلا تلقاه الحلم ديالو انه يلم دراهم ويخلص فواياج باش يروح وكالة الفضاء الدولية، ولا بالك يروح للفضاء كما كاينين بزاف يديروا هكذا. كاين بار اكزومبل تلقاه الحلم ديالو انه يولي يخدم طوموبيلات بنفسه، تلقاه يخدم وفوق الفيت ديالو يتلقاه يخدم هكذا الطوموبيلات، يبداها بلي بيس صغار حتى يوصل يكملها بالامكانيات المادية الخاصة به. وهذا الشيء كان من غير الممكن انه يصرف ظل العقلية اللي ولا الطريقة اللي كانت تتبعها الدول الغربية في هذاك الوقت، لانه تلقى الوقت تاع الانسان يروح كامل في الخدمة من الصباح حتى العشية وهو يخدم، وفي الاخر لاباي ديالو مش حاجة كبيرة. هذا السيستم خلى الناس بزاف تديفلوبا، خلاها تتحرر، خلاها تدير مشاريع خاصة بها، خلاها تستقل ماديا بدون ما تمس بقوانين الدولة ولا تعارض الدولة ولا أي حاجة واحد أخرى. يعني قدروا يوصلوا أنهم يتحرروا ويستقلوا ماديا في هذاك الوقت بلا ما يتوشوا الطريقة اللي كان تمشي بها الدولة في هذاك الوقت. الخدمة هذه ولا السيستم هذا كيفاش يكون السيستم هذا؟ تحب تبدا فيه تحتاج انه دير انفستيسمون صغير، يسمح لك بانه دير انفستيسمون صغير باش تبدا شغل تاسس مؤسسة خاصة بك، تاسس مؤسسة خاصة بك رغم رغم انه رايح دير انفستيسمون صغير، يعني براس مال صغير تقدر تاسس مؤسسة ديالك. كيفاش يكون هاد الشيء مع هاد لا سوسيتي؟ عندنا في هاد لا سوسيتي كي تحب تبدا في الخدمة عندك توقع على هاد العقد، مع عقد الشراكة مع هاد لا سوسيتي. يلا راح يكون فيه المعلومات ديالك والمعلومات تاع الانسان اللي قدم لك هاد الخدمة، وراح تلقى تكون فيه لا سينياتور ديالك ولا سينياتور تاع الانسان اللي قدم لك هاد الخدمة وعاونك فيها، وتلقى فيه تاني لا سينياتور تاع هاد لا سوسيتي مع الكاشي ديالها. نرجعوا الخدمة كيفاش تبداها؟ كما قلنا دير انفستيسمون صغير باش تبدا، بعد ما توقع العقد دير انفستيسمون صغير باش تبدا مع هاد لا سوسيتي.
في السيستم هذا. الانفستيسمون الصغير هذا يعتبر كشراكة مع هاد لاسوسيتي. كيما اي واحد ممكن يقول لي بلي كي انفستي وشكون يضمن لي بلي ما نخسرش. بالنسبة لأي خدمة واحدة أخرى، يلزم دير في بالك بلي كي تروح تنفيستي فيها كاين فيها ربح وكاين فيها خسارة، لأنه طريقة في الطريقة التقليدية تاع عمل الشركات والمؤسسات تخدم بالطريقة التقليدية، وممكن تكون فيها ربح ممكن تكون فيها خسارة. أما بالنسبة لهاد الخدمة في هذا السيستم ما فيهاش خسارة. كيفاش؟ انه كي تجي تنفيستي في هاد لا سوسيتي، المبلغ هذاك اللي تنفيستي به تعطيه لك لا سوسيتي ليكيفالون ديالو دي برودوي من عندها. يعني كوم انك رحت شريت به سلعة ماشي مديتو لا سوسيتي. يعني كي تحط هذوك الدراهم راح تعطيك لا سوسيتي ليكيفالون تاع هذاك الدراهم، تاع هذوك الدراهم دي برودوي مع فاكتور باش تكون باش تكون تخدم بطريقة قانونية. باش على باش واش دير من بعد كي تروح تبيع هذوك لي برودوي، ما يقدرش واحد يقول لك بلي ماكش تخدم بطريقة قانونية. نو، تخدم راك تخدم بطريقة قانونية، راه عندك العقد ديالك مع هاد لا سوسيتي، وتكون عندك تاني لا فاكتور تاع لي برودوي فيها خالص فيها الضروة التامبر والتيفيا، معناتها من جهة حقوق الدولة من في الضرائب راك خلصتهم، من جهة المنتجات راك ريغلو من هذه الجهة، واحد ما راح يقدر يمسك من هذه الجهة. بالنسبة للخسارة قلنا ما فيهاش ريسك وما فيهاش خسارة. كيفاش؟ انه تسمح لك هنا تسمح لك لا سوسيتي هنايا في السيستم هذايا، انه كي تنفيسي وتدي لي برودوي باش تبيعهم، تقول لك لا سوسيتي في القانون ديالها، في القانون الداخلي ديالها، عندك شهرين في يدك باش تبيع فيهم هاد لي برودوي. واذا قلنا باللي في الشهرين هادو ما قدرتش تبيع فيهم وما عجبتكش الخدمة وحبيت تبطل، تقدر ترجع لا سوسيتي، ترجع لها لي برودوي اللي عندك، وتخلص ضريبة معينة، مبلغ معين كوم ضريبة، يرجعوا لك دراهمك ويلغوا العقد ديالك، وتقدر تتفضل ونورمال. يعني ما راحش يديو لك دراهم. اما بالنسبة كان جانب واحد اخر، وان شاء الله بالنسبة للنقطة هذه مش راح توصل مش راح يوصل ليها بربي ان شاء الله اي واحد. علاش؟ حنا في الخدمة هذه نخدموكم اون جروب، نخدموكم فامي. يعني اي واحد راح يجي لعندنا ويدخل معانا في الخدمة راح نعاملوه كيما اخونا وكيما اختنا، نعاملوكم كيما اخونا وكيما اختنا، راح نفهموكم تري بيان كيفاش تقدروا تبيعوا لي برودوي وكيفاش تقدروا تمشيوهم. بربي ان شاء الله مش راح تحصلوا، لانه راح نقدموا لكم النصائح اللازمه ونعاونوكم ونقديوكم كيفاش ديروا. بالنسبه للخدمه كما قلنا، كي تنفيستي كي شغل راك تاسس مؤسسه ديالك، وكما نعرفوا بلي كي يحب ياسس اي واحد مؤسسة ديالو لازم له مقر، لازم له وين ديبو يحط فيه لي برودوي، لازم له خدامين، لازم له ماتريال، ولازم له لازم له لازم له لازم له بزاف عفايس باختصار. مي هنايا في هذه الخدمة ما تحتاجش هاد الشيء كامل، ما تحتاجش خدامين، ما تحتاجش مقر، ما تحتاجش ديبو، ما تحتاجش مامبا انك تروح تجري بين لا دايرة ولا ميري والمحكمة وهاديك وهاديك باش تخدم دوسي كبير. نو، تحتاج برك لا كارت ناسيونال ديالك ولا البيرمي ديالك، لا بياس ديدونتيتي ديالك، باش نقدروا ندخلوا لي زانفورماسيون ديالك في السيستم تاع لا سوسيتي. وفي هذه الخدمه ما تحتاجش انه يكون عندك ديبلوم، ما تحتاجش انه تكون عندك اكسبيريونس بروفيسيونال من قبل،
بالعكس حنا اللي رايحين نديروا لكم فورماسيون، حنا اللي رايحين نديروا لكم الفورماسيون وفورمونيكم في هذه الخدمه ونوروا لكم كيفاش تخدموا ونفهموكم في تفاصيلها حتى الاخر. يبقى من جهه الخدمه كما قلنا في الديبو، هذه الخدمه تعتبر البروبر بيزنس تاع اي واحد، معناتها ترافاي انديبوندون. كيفاش ترافاي انديبوندون؟ يعني راح تكون عندك لا ليبرتي توتال في تسيير هذه الخدمه وتمشيها بالريتم اللي حبيت وتخدمها وين حبيت، تخدمها وقت ما حبيت. بالنسبه لتمشيها بالريتم اللي حبيت، واحد يعني باختصار، واحد ما راح يوبليجي عليك وقتاش تخدم ولا وين تخدم، ولا يوبليجي عليك انك دير عفسه ولا تخدم في بلاصه معينه ولا تخدم في وقت معين، ولا لازم تخدم باغ اكزومبل من 8 ل 4 تاع العشيه. نو، واحد ما راه يوبليجي عليك اي حاجه، واحد ما راح يوبليجي عليك يقول لك لازم تلحق لهذيك الريزلتا. نو، وانما راح تكون عندك لا ليبرتي توتال تمشيها كيما حبيت. حنا علينا رايحين نقيديوك، رايحين نقيديوكم وننصحوكم ونقول لكم بلي باش تلحقوا لي ريزولتا هذوك، هاو ليك واش ديروا واش ديروا واش ديروا. انتوما واش حبيتوا درك؟ الا حبيتوا تلحقوا رابيدمون ولا تلحقوا لي ريزولتا اللي قلنا لكم عليها، تبعوا واش قلنا لكم. واللي ما حبش يعني ما نقولوش اللي ما يحبش يلحق، وانما ممكن اللي ما يحبش يزرب روحه في الخدمه تلقاه يخدم بعقله، هذاك راه حر. تاني مش راح نهملوه، وانما نسيو نشجعوه، بالك يزيد يتشجع اكثر، بالك كان يخدم في الجورني ليبر، بالك يزيد تاني، بالك كان يخدم ساعه في الجورني ليبر، بالك يقدر يزيد يخدم نهار في الجورني ليبر. لانه باختصار هذه الخدمه تقدروا تخدموها في الوقت الليبر ديالكم، ماشي محتاجين تخدموها كما قلنا من الصباح حتى العشيه. بالنسبه تاني للوقت والمكان، كما قلنا ما كومش اوبليجي تخدموا من الصباح حتى العشيه، تخدموها وقت ما حبيتوا. بالك تقدروا تخدموا ساعة في النهار، تقدروا تخدموا ساعتين في النهار، تقدروا تخدموا نهار كامل، تقدروا تخدموا نهار في السمانة، تقدروا تخدموا سمانة كاملة كيما حبيتوا. بالنسبة للمكان ماشي اوبليجي بلاصة محددة تقدروا تخدموا فيها، وإنما كما قلنا لا كونتيتي تاع البرودوي اللي راح تشريها بلانفستيسمون ديالك راح تكون صغيرة ماشي كبيرة بزاف، تقدر ترفدها في يدك وراك ماشي، وتقدر تخدم في لونتوراج ديالك. كل واحد يقدر يخدم في لونتوراج ديالو، يقدر يخدم وين راه ساكن، ماشي اوبليجي عليه يعود يبريزونتي في السياج تاع لا سوسيتي كل يوم. نو، يقدر مام يخدم بار اكزومبل بالنسبه للنسا الماكيتات بالبيت، تقدر تخدم في الدار، تقدر تبريزونتي هاد لي برودوي للناس في دارها. واحد ما يوبليجي عليها الطريقه اللي تخدم بها، راهي حره في الطريقه. بالمقابل في الخدمه هذه كي تنجح فيها واش راح تعطيك اون ميور كاليتي في، واش معناتها؟ انه تقدر توصل دير واش كنت حاب في حياتك، تقدر توصل دير دار، دير طوموبيل، تقدر توصل فواياجي. كاين بار اكزومبل اللي حاب يدير بروجي يقدر يوصل، بربي ان شاء الله يديرو. يعني كل واحد واش راه حاب يدير، بربي ان شاء الله راه يلحق واش حاب، واش راه حاب ويديرو كيما راه حاب. وتاني عفسه واحده اخرى تعطيك ميور سونتي كي تعود كونسومي هاد لي برودوي، راح تحفظ لك صحتك وتتجنب بزاف امراض، خصوصا انها يعني كيما نقولوا اللي حب رايح نفصل له في هذا لي برودوي من بعد ان شاء الله يكونتاكتيني، راح تتعرفوا تلقاو باللي لي برودوي هادو فيهم فوائد بزاف بزاف، و افيك دي تيموانياج من قبل الناس سياوهم، ماشي حاجه جديده كما قلنا. راه عندها هاد لا سوسيتي 38 سنه في لو موند، ماشي حاجه جديده، دي برودوي ديالها فري حاجه افيكاس. وبربي ان شاء الله راح يكون
دي ريزلتا بالنسبة لا سونتي ولا بوتي. بالنسبة للحاجة التروازيام انها راح تعطيك لا يونيسونس فينونسيير كما قلنا، لا ليبرتي فينونسيير يعني الاستقلالية المادية، راح يكون بربي ان شاء الله عندك دراهمك في جيبك، كي تحب تشري اي عفسة، تحب تفاياجي، تحب تقضي اي عفسة، ما تخافش، ما تقولش باللي ما عنديش دراهم، ولا تبدأ تطلع في الحسابات وتهبط، وانما بربي ان شاء الله راح تكون عندك الكفاية الذاتية ديالك باش تقدر تدير واش تحب. بالنسبة لهذا السيستم كيفاش جا من واحد الطريقة طبقها مول الشركة. كما نعرفه في الطريقة التقليدية تاع البرودوي، انه يخرج من البروديكتور اللي هو المنتج، يروح لديستريبيتور ناسيونال اللي هما الموزعين المحليين، تلقاه يبدا منهم باش يكسب البوا ديالو في المارشي، ومن بعد كي يكسب البوا ديالو في المارشي يبدا يتوسع ويروح لبلايص واحد اخرين. كي يبدا يتوسع تلقاه يديروا له بيبليسيتي في التلفزيون، في لي زاجونس بيبليسيتي، تلقاه يديروا له باغ اكزومبل بيبليسيتي في لي جورنو، في لي راديو، في الطريق، في لي بلاك وكلش. تلقى تاني يلزم باش يلحق الكونسوماتور، يلزم يفوت على لا سوسيتي تاع ترونسبور باش يديروا له ترونسبور، وتاني كي يلحق وين رايح تلقاه يروح لي غروسيست، لي غروسيست تاني باش لازم تاني من لي غروسيست يفوت على لي ديتايون، وفي الاخر باش يلحق للكونسوماتور فينال. وهاد لاشين كامل كل واحد فيهم راح يدي حقه، ومن هاد الشي تلقى لي بري تاع لي برودوي يزيدوا. نعطو ابسط مثال، بار اكزومبل اي تليفون، بار اكزومبل ناخذ سمارت فون تاع سامسونج، تلقاه بالك يخرج من لا سوسيتي تو سامبلومون بري عادي، بار اكزومبل ناخذ جالاكسي اس 5 تلقاه كيما راهو درك بالك يدير 5 ملايين 4 ملايين ونص، كل واحد كيفاش يبيعو. تلقاه بالك يخرج من لا سوسيتي قل من هاد الشيء، قل من هاد الشيء بزاف بزاف. مي تلقاه كي يروح لي ديستريبيوتور ناسيونال، من بعد يجي لاجونس بيبليسيتي باش يديروا له بيبليسيتي، ومن بعد يروح للترونسبور، ومن بعد لي كروسيت بالي ديطايو، كل واحد تلقاه يدي حقه الفايده ديالو. هذا من حقه بيان سير، مي حاجه واحده انه ما تقدرش تتحكم في البري تاع البرودوي هنايا، تلقى كل واحد يضرب ضربته كيما نقولوا وباش يربح من البرودوي، خصوصا اذا كان البرودوي كاليتي تلقاه يضرب ضربته باش يربح. كيما نعطو مثال، مثلا كان واحد البورتابل شفتو من قبل كان يدير 250 ألف، عنده فيه دي زوبسيون صح ملاح وفيه لا باتري ديالو مليحه، شفتو في الاول كان يدير 250 ألف، وبويسك الغاشي بدا يدوموندي فيه بزاف على جات لي زوبسيون ديالو، طلع وصل حتى ل 900 ألف، دركا يدير 900 ألف الحبه تو سامبلومون، تلقى الواحد يبروفيتي بويسك الغاشي يدومونديه بزاف. وهذه سلبيه من السلبيات انه ما تقدرش تحكم في البري ديالو. الحاجه الدوزيام انه لو فات البرودوي يخرج من عند المنتج ما يقدرش يتحكم فيه تو سامبلومون. كيفاش ما يقدرش يتحكم فيه؟ انه ممكن صرالو كونتر فاسون يعني يقلوه. وعندنا يعني امثله بزاف 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 على تقليد المنتجات، وخصوصا كون يكون منتج يتوشي لا سونتي تاع البنادم والابوتي ديالو، يتوشي الكور ديالو، بروبليم كبير كون يتقلد ويتخدم بكاليتي مش مليحه وكابابيلي تهلكو منه الناس، راح تطيح بالبرودوي المقلد بالبرودوي المليح. وتلقاه صح نلقاو لا ديفيرونس بين البرودوي المقلد وبين البرودوي المليح، مي تلقى الناس راح تهرب وتخاف انه تشري هذا البرودوي، لانه خصوصا الى عرفنا بلي في هذا الوقت كاين تقنيات بزاف يقلد لك المنتج بطريقه انه يصعب تفيق له بلي راهو دوريجين ولا ماهوش دوريجين. وباش يتجنب مول الشركه هذا الشيء
ويضمن انه البرودوي ديالو يقعد مليح وما يصرالوش تقليد، ويقدر يتحكم في البري ديالو باش يكون في متناول اغلب الناس ماشي غير فئة معينة من الناس. واش دار؟ نحى هاد لاشين كامل وخرج منها 70% من لي زيفري تشارج، معناتها 70% من التكاليف اللي راهي تديهم هاد لاشين. واش دار؟ دار اون شان دايركت، يعني البرودوي يجي من عنده يروح لي ديستريبيتور اللي هما الناس اللي سنيو معاه الكونترا، ومن بعد لي ديستريبيوتور هادو يلحقوه الكونسوماتور فينال، وهاد لاشين تسمى لافون ديريكت. بالنسبة لافونتاج تاع هاد لاشين انه الديستريبيوتور راح يرومبلاسي هاد لاشين كامل، يعني هو يستكلف بالبيبليسيتي تاع هاد البرودوي، ويستكلف بالترونسبور، ويستكلف بانه يلحق البرودوي للكونسوماتور. وتاني من لي زافونتاج ديالها السيرفيس ابري فونت كيما نقولوا. والسيرفيس ابري فونت في هاد الخدمه وشنو هو؟ انه كاين لحق البرودوي للكونسوماتور، ماشي همنا الاول انه نبيعوا البرودوي، وانما همنا الاول انه كيعود عنده بروبليم يبرم البروبليم ديالو ويشوف الريزلت اللي كان يحوس عليها. على هذيك تلقانا نسويفيو الكونسوماتور كي نبيعوا له البرودوي، نسويفيوه اسكو راه نعاود نعيطو له، نسويفيوه اسكو راه يتبع في التراتمون كيما رانا نقولوا له، ومن بعد نعاودوا له بعد مده نشوفوا اسكو بدا يشوف الريزلت ولا لا لا، ونعاودوا نكونتروليو يعني نسويفيوه تو سامبلومون حتى ان شاء الله يشوف الريزلت اللي كان يحوس عليها. بالنسبه ل 70% هذه لي زيفري تشارج ولا التكاليف اللي خرجوهم اللي خرجهم مول الشركه من هاد لاشين كلاسيك، ما رايحينش يروحوا غير هكاك، وانما رايحين يديوهم لي ديستريبيوتور تاع هاد لاسوسيتي. بالنسبه اللي كان لي سقسي لي قول لي كيفاش نقدر نمشي البرودوي ولا نبيع البرودوي، تو سامبلومون كاين واحد الطريقه تقدر تمشي بها البرودوي، وصابوها بعد ما داروا ابحاث في العالم، صابوها باللي اقوى طريقه تاع بيبليسيتي في العالم، وهي وتتسمى هذه الطريقه دو بوش لوري. هذه الطريقه حنا رانا نستعملوها تقريبا في كل وقت، وما راناش فايقين لرواحنا. بار اكزومبل يجي واحد يسقسينا بار اكزومبل شكون البولونجري المليح في الحومه اللي يبيع الخبز مليح، كابابل نقيديوه نقولوا له هاوليك البولونجري المليح اللي نعرفوه يبيع خبز مليح تري بيان، خبزه تري بيان مليح، الكو ديالو مليح وكلش، ونبداو نشكروا له في البرودوي ديالو. دركا تو سامبلومون كون نجيو نكونسونطريو على الهضره ديالنا، نلقاو تو سامبلومون بلي شكون اللي باع البرودوي، الانسان اللي باع البرودوي هو الليدر البيبليسيتي اللي هو حنا، وشكون اللي ربح من هاد الشيء تلقاه مول البرودوي اللي هو باغ اكزومبل البولونشيري. هاد الطريقة تو سامبلومون تلقانا نستعملوها بزاف، تلقانا نشكرو لي بورطابل، نشكرو اللبسة، نشكرو الصبابط، نشكرو باغ اكزومبل دي برودوي، باغ اكزومبل نشكرو واحد الزيت، نشكرو باغ اكزومبل نقولو هاد الانسان يبيع زيت الزيتون مليحة، باغ اكزومبل نقولو هذاك الانسان يبيع واحد الطماطم مليحة، هذاك الانسان يبيع الخضرة مليحة، هذاك يبيع ما على باليش بورطابل مليح، هذاك يخدم دي بورطابل مليح، هذاك يبيع دي زورداناتور موانشار. تو سامبلومون رانا نهار كامل وحنا نحكيو بالطريقه هذه. هاد الطريقه تقول لك لاسوسيتي استغلها في لي برودوي، بيان سور بعد ما نديرو لك حنايا فورماسيون في لو برودوي ونفهموك واش فيه، واش الفايده ديالو، واش يدير، في واش يفيد. بعد ما نفهموك في هاد الشيء تقول لك لاسوسيتي تو سامبلومون استغل الطريقه هذه وروح بريزونتي بيها لي برودوي باش تنفع بهم ناس واحد اخرين.
كيفاش هذا الشيء؟ انك بار اكزومبل تشوف الحاجه الاولى بيان سور في الديبي تاع الخدمه باش تبسطها على روحك، تشوف لونتوراج ديالك كيفاش، تشوف شكون هما لونتوراج ديالك. هما بار اكزومبل نتايا بنفسك تسيدي برودوي باش حاجه الاولى دير الثقه في روحك. الحاجه الدوزيام لا فامي بيان سور كوم يديروا كونفيونس فيك، على بالهم باللي مش راح تجيب لهم حاجه تهلكهم، وكيما قلنا هاد لي برودوي ناتوريل ما فيهمش دي زيفي سيكوندير وما يهلكوش الانسان. بيان سور كي كوم يديروا فيك كونفيونس تلقاهم يديو من عندك لي برودوي، وعلى بالهم باللي مش راح تجيب لهم حاجه مش مليحه، ومام طون تلقاهم باش يشجعوك تزيد تكمل الخدمه القدام، لانه تو سامبلومون هاد الخدمه الفائده ديالها مش راح ترجع غير عليك نتايا، وانما راح ترجع عليهم هما تاني في المستقبل، انه راحين يربحوا صحتهم من لي برودوي، ومام طون في المستقبل كي تتقل ماديا كابابل كاين اللي فينا بار اكزومبل اللي يحب يبعث والديه للعمره ولا للحج، تلقاه يقدر يولي يبعث لوالديه العمره للحج. بار اكزومبل كاين بار اكزومبل اختو تحب الخياطه، تلقاه يقدر من بعد كي يستقل ماديا يدير لها بار اكزومبل يدير لها الماتيريال باش تقدر تخيط. كاين لي بار اكزومبل يما ولا بابا حابين بار اكزومبل يروحوا يشوفوا بلاصه، تلقاه يقدر يولي يديهم بار اكزومبل هو بالذات، تلقاه بار اكزومبل حب بار اكزومبل يتزوج، يقدر يولي يتزوج بالك بار اكزومبل حب هو يفواياجي، يقدر يولي يفواياجي، لانه تو سامبلومون باختصار هاد الخدمه مش راح ترجع الفائده ديالك غير عليك غير على الانسان ذاته، وانما راح ترجع على عائلته لونتوراج ديالو كما راح نشوفوا. ومن بعد كي نكملوا نحكوا على الخدمه كما قلنا تو سامبلومون تستغل الطريقه هذيك تحكي على البرودوي، ونعرفوا باللي اي واحد داير فيه كونفيونس مش راح يخاف من انه تكذب عليه ولا تعطيه حاجه مش مليحه. بيان سور مش راك تكذب عليه، وانما راك راح تكون متاكد بلي راح تعطيه حاجه كاليتي وما تهلكش البنادم. هذه بالنسبه لكيفاش راح تقدر تبيع لي برودوي. بالنسبه دركا كيفاش راح تقدر تبدا الخدمه مع هاد لاسوسيتي، وكيفاش تشري برودوي، كما قلنا تسيني كونترا مع هاد لاسوسيتي، هذيك الكونترا اللي وريتها لكم تعمروها وتسينيوها مع لاسوسيتي بعد ما ندخلوا لي زانفورماسيون ديالكم في السيستم تاع هاد لاسوسيتي، ومن بعد تجيبوا دراهمكم بلا يعني الدراهم تاع الانفستيشمون اللي حكينا عليهم وتشريو بهم لي برودوي. بالنسبه لي برودوي راح تقدروا عندكم لا شونس تقدروا تخيروا لي برودوي اللي حبيتو، سواء لي كومبليمون اليمونتير سواء برودوي كوزميتيك سواء الماكياج، يعني تشوفوا واش يساعدكم ولا واش يدوموندي لونتوراج ديالكم. اما عفوا اما بالنسبه ل كي تروح تنسكري في هاد لا سوسيتي، فهاد لا سوسيتي كاين واحد السيستم تاع الاورديناتور يقدر يحسب لك شحال تخدم في الشهر. كيفاش يكون هذا الشيء؟ تلقى لي برودوي اللي شفناهم من قبل كل واحد تلقى عنده لا ريفيرونس ديالو، وكل برودوي تلقى عنده بوانتاج ديالو. في واش تفيد هاد لا ريفيرونس والبوانتاج؟ تلقى انه هاد السيستم كي تروح تشري لي برودوي من عند لا سوسيتي يدخلوا لا ريفيرنس تاع البرودوي في السيستم، ويدخلوا لا كونتيتي اللي فيه، وتلقى يحسب البوانتاج ديالو. البوانتاج هذايا فاش يفيد؟ تلقى كيما قلنا كي تروح تنفيستي في الخطرة الاولى المبلغ تاع الانفستيسمون هذاك الاول هو 32000 دينار، 3 ملايين و200 هذه هو اللي راح تبدا به لونتربريز ديالك كما قلنا ولا المشروع ديالك. 3 ملايين و200 هذه كي تروح تشري بهم لي برودوي تلقاهم ليكيفالون تاع كي يكونوا متنوعين كامل، تلقى ليكيفالون تاع 15 16 برودوي.
تخيرهم كما حبيت، كما قلنا، كما يساعدك وكما دوموندي لونتوراج ديالك. تخير هاد لي برودوي وكي تشريهم يدخلوا لي ريفيرونس ديالهم في السيستم وبلا كونتيتي، والسيستم رايح يحسب لك البوانتاج تاع هاد لا كونتيتي اللي شريتها، وليكيفالون تاع 32000 دينار اللي هي 3 ملايين و200 في السيستم هي 1 بوانت كاس. حنايا في السيستم الشريه اللي راح تشريها ب 32000 دينار نسميوها بوانت كاس. كيفاش تقول لي كيفاش السيستم هذايا راح يعرف باللي انت اللي شريت هذا البرودوي؟ تو سامبلومون كما قلنا، كي تدخل الانفورماسيون ديالك، كي ندخلوا الانفورماسيون ديالك في السيستم تاع لا سوسيتي، هو اوتوماتيكمون راح يعطيك واحد الماتريكول يكون خاص بك. ومن بعد كي تروح تشري يدخلوا الماتريكول هادو هدايا ويدخلوا فيه لي برودوي، لي ريفيرونس تاع لي برودوي اللي شريتهم، وهو راح يحسب لك اوتوماتيكمون لو بوانتاج ديالك. هاد لي بوان فهاش هاد البوانتاج ولا هاد لي بوان فاش تحتاجهم. كما قلنا كي تروح تشري ب 32000 دينار في 3 ملايين و200 راح يكون عندك قيس ان بوان كل برودوي بالبوانتاج ديالو. كي تشري البوان ديالك الاولى راح تكلاس كلاسيك سيستم في هاد الكراد اللي هو نوفو كونسوماتور ولا نوفو ديستريبيوتور، اي كلاسيك في هذا الكراد. في هذا الكراد الفايده تاع البرودوي بعد ما تبيعهم راح تكون 15%. نقول لك كيفاش هذا الشيء. نقول لك تو سامبلومون كي تروح تشري ب 3 ملايين و200 تعرف باللي 3 ملايين و200 راه يقل من البري تاع اللي تبيع به ولا البري فونت ب 15%، لانه بكل تو سامبلومون في هذا لا سوسيتي لي بري تاع لي برودوي تلقاهم فيكس، لي بري تاع البرودوي تلقاهم فيكس، يعطوهم لك لا سوسيتي، يعني يوبليجيو لك، ماشي يقولوا يوبليجيو عليك، وانما يشرطوا عليك تبيع لي برودوي بهذاك البري. علاش داروا هاد الشيء؟ باش يضمنوا انه البرودوي ديالهم يكون يعني يكون ممكن يقدر يشريه اغلب الناس يقدروا يشريوه، باش ما يبقاوش يبالغوا في البرودوي بعد ما يشوفوا الفايده ديالو ولي ريزلت ديالو، باش ما يبالغوش في لي بري تاع البرودوي. واش دارت لا سوسيتي؟ فيكسات لي بري تاع البرودوي ووحدتهم عالميا. يعني باختصار البري تاع اي برودوي هنايا كي تروح لامريكان راح تشريه بليكيفالون تاع البري ديالو في الجزائر بالدولار، ولا في الاوروب تشريه بليكيفالون تاع البري ديالو بالاورو، يعني تكون نفس الشيء. كيما قلنا كي تشري البوان ديالك الاولى راح تقول لك لا سوسيتي بعد ما تبيعها راح تدخل فايده تاع 15%. هاد الفايده تاع 15% دركا راح تكون في جيبك، يعني راك رجعت راس مالك اللي بديت به ومعاه الفايده تاع 15%. وتقول لك لا سوسيتي باش نقص لك في البري دارشا ولا في البري تاع اللي تشري به، يعني كنت تشري ب 3 ملايين و200 تولي تشري بقل، واش تقول لك لا سوسيتي؟ زيد اشري بوانت كاس واحد اخرى، يعني تروح تشري من عند لا سوسيتي بوانت كاس واحد اخرى ب 3 ملايين و200، تشري كونتيتي واحد اخرى تاع دي بروتي ب 3 ملايين و200. تقول لك لا سوسيتي كي تشري الدوزيام البوانت كاس الدوزيام ديالك راح يكلاسيك سيستم في الكراد الدوزيام اللي هو انيماتور اجوان. كي تطلع الكراد انيماتور اجوان عندك راح يكون كيما رانا نشوفو من تحت، يكون عندك بينس هدايا تكرمك به لا سوسيتي في واحد ليفانمون ديرو كل 3 موا 4 موا داكور. وتقول لك لا سوسيتي مور هاد الشيء معناتها البوانت كاس ديالك التروازيام وروح راح تولي تشريهم بموان 35، يعني
تنقص لك في البريطاج شافي، بلاص ما تشري ب 3 ملايين و200 تولي تشري قل. معناتها وكيما نعرفوا باللي البري دو فونت ولا البري اللي نبيعوا به راهو فيكس، يعني اوتوماتيكمون الفايده ديالنا راهي زادت، ولات 35%، كانت 15% ودركا ولات 35%. وتقول لك لا سوسيتي عندك لافونتاج انه تزيد الفايده ديالك من لي برودوي كابابل تلحق كيما رانا نشوفوا حتى ل 48%. كيفاش راح تلحقها ل 48%؟ تقول لك لا سوسيتي زيد طلع في الكراد، وباش تلحق الكراد اللي موراه اللي هو انيماتور لازم لك دير 25 بوينت كاس. وال 25 بوينت كاس هذه باش يكون في معلومك انه لازم ديرها في شهرين برك، يعني في شهرين لازم تشري 25 مرة. ونفس الشيء راح يكون بين النوفو ديستريبيوتور والانيماتور اجوا، تقول لك لازم دير دو بوان في شهرين، يعني يلزم ما تتعداش شهرين باش دير هذيك لا كونتيتي تاع لي بوان. تقول لي كيفاش راح نقدر ندير 25 نقطة في شهرين، يعني نشري 25 مرة في شهرين. كاين اللي ممكن يقول باللي هاد الشي بزاف ما نقدرش نلحق 25 نقطة ولا 25 بوانت كاس في شهرين، المدة قصيرة والكونتيتي تاع لي بوان كبيرة. نقول له تو سامبلومون كاين طريقة تبسط لك الخدمة ديالك وتسهل لك دير 25 نقطة في شهرين، يعني بطريقة سهلة جدا. كيفاش يكون هذا الشيء؟ تقول لك لا سوسيتي انت تعرفت على لا سوسيتي وعجبتك الخدمه فيها وبديت تخدم وساعدتك الخدمه وراك تكمل تخدم، قالت تلقى روحك درت البوان كاس الاولى ودرت البوان كاس الدوزيام، يعني اون توتال درت دو بوان. واش تقول لك لا سوسيتي؟ كيما انت كنت محتاج الخدمه ولا محتاج مدخول زيادة، صبت هذه الخدمة استفدت منها. تقول لك لا سوسيتي زيد فيد بيها ناس واحد اخرين، يعني زيد احكي بار اكزومبل مع اخوك بالك راه ايتيديون ومحتاج دراهم، زيد احكي بار اكزومبل مع جارك بالك ماهوش صايب خدمة، زيد احكي مع صاحبك تاني هو تاني بالك حاب يبروفيتي على روحه تاني يخدم. اوتوماتيكمون زيد فهم واش دير، تفهمهم في الخدمة، دير لهم بريزونطاسيون، تفهمهم في طريقة الخدمة، تفهمهم في لي برودوي، وزيد يزيدوا يدخلوا هما تاني يشريو لي بوان دو كاس ديالهم. كي يشريو لي بوان دو كاس ديالهم تقول لك لا سوسيتي اي بوان يشريوها هما راح تحسبها لهم ليهم، كيما رانا نشوفو هنايا تلت عباد نفرضو بلي كل واحد فيهم شرى البوان دو كاس الاولى ديالو، يعني راح يكون عند كل واحد بوانت كاس وتقول لك لا سوسيتي فوق هذا الشيء راح نزيدهم لك ليك. انت كان عندك دو بوانت كاس من قبل، نزيدوا لها 3 بوانت تاع كل واحد تولي عندك 5 بوانت كاس. ونفس الشيء هما يحبوا تاني ينجحوا في الخدمه رايحين يديروا نفس الشيء باش يزيدوا الفائده تاع لي برودوي ديالهم، يزيدوا يديروا البوانت كاس الدوزيام ديالهم، وكل واحد فيهم زاد دار بوانت كاس ديالو تولي كل واحد عند كل واحد دو بوان، يعني دو بوان دو بوان دو بوان سي بوان 6 نقاط مع دو بوان اللي كانت عندك اللي درتهم نتايا تولي 8 بوان. وباش هما تاني يزيدوا يطلعوا في الكراد يديروا نفس الشيء، يولوا يحكوا على الخدمه مع ناس واحد اخرين وباش يفيدوهم في الخدمه، عود كل واحد يحكي في الخدمه مع ناس واحد اخرين ويدخلهم عفوا ويدخلهم وكل واحد يعود يدخل ناس واحد اخرين باش يستفادوا من الخدمه، يكبر الجروب اللي راهو معاك، يولي تو سامبلومون الجروب هدايا كيشغل الجروب تاع لونتربريز ديالك. داكور، كل واحد فيهم نفرضوا دار دو بوان كيما رانا نشوفوا هنايا في ليكرون، عندنا 14 واحد في الجروب كل واحد فيهم دار دو بوان تولي عندنا 28 نقطه مع الدو بوان اللي كانوا عندك تو سامبلومون هنايا تولي عندك 30. باختصار راك طلعت في الكراد ولحقت الكراد انيماتور. واسكو هاد الشيء دركا صعيب؟ دركا نو،
تتعب لومو راح تولي الخدمة سهلة. كما رانا نشوفو كما رانا قلنا راك لحقت 30 نقطة، وكل ما راه تزيد يزيدو لي بوان ديالك راح تنقص عليك من الكراد اللي الكراد اللي موراه. كي تلحق الكراد انيماتور واش تقول لك لا سوسيتي؟ نعطيك بينس تاع برونز في لي زيفانمون، في ليفانمون اللي قلنا يديروه كل 3 موا 4 موا، وتولي الفايده ديالك من لي برودوي 38%، يعني تزيد تنقص لك من البري داشا. وتقول لك لا سوسيتي كي كنت دير كي كنت تخدم باش تطلع لغراض انيماتور، كنت تدخل الناس كما قلنا، تحكي معاهم على الخدمات، بريزونتي لهم الخدمات، فهمهم، وتزيد دير لهم فورماسيون في لي برودوي. تقول لك هاد لاسوسيتي هاد التاب مش راح يروح غير هكاك. تقول لك تو سامبلومون اي واحد ندخله وانت معاك جديد في الخدمه راح تعطي لك عليه بورسونتاج. اللي البورسونتاج هذايا ولا لاسون تاع دراهم هذايا يسميه دروا دو باريناج ولا حق الاحتضان على البوانت كاس الاولى والبوانت كاس الدوزيام اللي يديرها اي واحد جديد دخلته في الخدمه. وتقول لك كي تلحق لاكراد انيماتور اي واحد معاك دار دو بوانت كاس تولي موراها تحسب لك 3% من الشيفر دافير ديالو. كيفاش 3% من الشيفر دافير ديالو؟ يعني مور بوانت كاس تحسب لك 3% من شحال من بوان يديرها في الشهر. يعني تو سامبلومون الى دار 2.3 بوان في الشهر تحسب لك منهم 3%، دار 10 بوان في الشهر تحسب لك 3%، دار اكثر تحسب لك 3%، يعني تطمهم لك كامل نحي منه 3% تعطيهم لك. وهاد الدراهم اللي رايحين يدخلوا لك مش راح تديهم من عند الناس اللي دخلوا معاك، وانما عند الناس هذوك اللي دخلوا معاك راح حقهم راهو عندهم، وانما تعطيهم لك من الدراهم اللي دخلوا لها ليها. لانه تو سامبلومون راح تقول لك هاد لي لا كونتيتي تاع لي برودوي جديده اللي تباعت بسبتك، وبويسك تباعت بسبتك راح تقول لك نعطيك ندير لك بورسونتاج معايا، ندير لك بورسونتاج معايا تستفيد منه انت تاني. وتقول لك كي تلحق الكراد انيماتور اي واحد دخلو جديد مور ما تلحق الكراد انيماتور راح تزيد لك البورسونتاج ديالو، كان 5% اللي تعطيك عليه تاع الدروات باريناج كان 5% واللي تعطي لك عليه 8%. ومن بعد تقول لك لا سوسيتي تقدر تزيد الفايده تاع لي برودوي، باش تزيد الفائده تاع لي برودوي تزيد تطلع في الكراد. تقول لك تو سامبلومون مادام راك لحقت الانيماتور والفائده ديالك زادت زيد تطلع الكراد واحد اخر باش تزيد الفائده ديالك. وتقول لك كيفاش دير هذا الشيء. تقول لك تو سامبلومون كيما انت طلعت الكراد انيماتور كاين ناس دخلتهم معاك في الجروب هما تاني حابين يطلعوا دي زانيماتور، واش دير معاهم؟ تتعاونهم تعطي لهم دي زيدي تنصحهم، بالك خرجت عليك طريق، بالك صبت الطريقه خرجت عليك تزيد تمدها لهم. تو سامبلومون معناتها تنفعهم بوش فادك انت يا تاني، اي طريقه صبتها فادتك تبارطاجيها معاهم باش يستفيدوا منها هما تاني، ومانطو يطلعوا كي يطلعوا هما تطلع انت تاني. نفرضوا مثلا دخلت معاك جروب، في الجروب دخلت معاك مثلا 5 ومنهم 2 اكتيف في الخدمه وطلعوا ديزانيماتور، وكي طلعوا ديزانيماتور في 2 يكون كل واحد فيهم عنده 25 بوان فوا 2 تولي 50 مع ال 25 اللي عندك من قبل تولي 75. تو سامبلومون راه هنا هكذا راك في الكراد ماناجر اجوان. كي تلحق الكراد مانجر اجوان تقول لك لا سوسيتي عندك بينس تاع فضه، الفايده ديالك على لي برودوي تولي 43%، والفايده ديالك ولا الدروات باريناج على كل واحد جديد دخلو كان 5 وبعد ولا 8 درك يولي 13. الفايده ديالك على الجروب ديالك يعني اللي معاك في الجروب اللي ديريكت ليك كان في الكراد انيماتور اجوان كان 3% يولي 8%.
اما بالنسبه للزوج هذوك مثلا اللي طلعوا لك راس انيماتور، تقول لك نعطي لك عليهم 5% يعني شيفر دافير. كما قلنا شيفر دافير شنو هو؟ هو شحال من بوا يدير الانسان هدايا في الشهر، تعطي لك منهم بورسونتاج وتقول لك باش تزيد الفايده ديالك بالنسبه للجروب وبالنسبه للي برودوي، زيد تطلع في الجراد، الحق الجراد ماناجر. وكما رانا نشوفوا الجراد ماناجر لازم له 120 بوان. كيفاش 120 بوان؟ تو سامبلومون دير كيما قبل، تعاون ناس واحد الناس معاك في الجروب باش يطلعوا في الجراد، تشجعهم وتعاونهم وتعطيهم نصائح. تو سامبلومون كون يطلع باغ اكزومبل مثلا، كون يطلع واحد فيهم ولا زوج الجراد ماناجر اجوان، راح يكون التوتال بيناتهم 150 بوان. تو سامبلومون راك في الجراد ماناجر، في الجراند مانجر عندك بينس تاع ذهب كيما قلنا، كيكرم لي ديستريبيوتور ديالها في ليفينمون هذاك، تعطي لهم دي بينس. وانت في الجراند مانجر عندك بينس تاع ذهب، عندك الفايده ديالك من لي برودوي 48%، يعني تو سامبلومون شغل راك رابح نص مع الشركه. دروات باريناج على كل واحد جديد يولي 18%، بورسنتاج ديالك على كل انيماتور اجوا ديريكت ليك يولي 13%، بورسنتاج ديالك على واحد اني يكون انيماتور ديريكت ليك يولي 10%، بورسنتاج ديالك على واحد ديريكت ليك يكون في الكراد ماناجر اجوا هي 5%. ممكن كاين اللي تتلفلو شويه في لي بورسنتاج هادو ما يفهموهمش مليح. نعطو مثال بسيط على البورسنتاج هادو بالدراهم. كل نفرضو مثلا واحد راهو في الكراد انيماتور اجوان ودخل معاه في الجروب مثلا 7 عباد، راح يكون عنده في الشهر ما بين 3 حتى 4 بلايين. وفي الكراد انيماتور كيعود هو خدام وتاني يشجع الجروب ديالو باش يخدم، راح يكون عنده ما بين 5 و7 ملايين. اما بالنسبه للكراد مانجر اجوان راح يكون عنده بين 7 حتى 10 ملايين، وممكن حتى كاين اللي يلحق حتى 15 مليون. اما بالنسبه للجراد ماناجر ممكن تلحق لك حتى 20 مليون في الشهر، دونك على حساب الخدمه ديالك وخدمه الجروب ديالك. يعني تو سامبلومون باختصار في الخدمه هذه لازم لك انت تخدم وتشجع الجروب ديالك باش يخدم. سي بور سا كيما قلت لكم في الاول، رانا نخدموا في الخدمه هذه، رانا نخدموا خدمه اون جروب، رانا كيما لا فامي نعاونوا بعضنا، نرفدوا على بعضنا، ننصحوا بعضنا، نعطوا لي زيدي لبعضنا. باختصار كيشغل رانا نطبقوا حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يؤمن احدكم حتى يحب لاخيه ما يحبه لنفسه. تو سامبلومون يعني انايا كي تعد عندي ايدي مليحه نقدر ننجح بها، تو سامبلومون كيما نحب ننجح بها راح نعاون بها الجروب ديالي وينجح بها. حاجه واحده اخرى، انه كي تلحق الكراد ماناجر كاين بزاف ديزافونتاج تفتحهم لك لا سوسيتي للقدام، لانه تو سامبلومون راح تقول لك الخدمه ما خلصتش هنايا، وانما هنايا كي تلحق الكراد ماناجر راح تحلالك الخدمه. ممكن كاين اللي يقول لي كي نلحق ماناجر ونعود نتو شي 20 مليون في الشهر سي بون كفاتني ما كان لها نزيد. نقول له لا لا، بالعكس هنايا راح تحلالك الخدمه وراح تزيد تخدم اكثر. يقول لك كيفاش هذا الشيء؟ نقول له تو سامبلومون رايحين كاين ديزافونتاج بزاف يفتحهم لك الكراند ماناجر في هاد لا سوسيتي، منهم باغ اكزومبل كيما قلنا قبل راهي تكزيستي هاد لا سوسيتي في 175 دوله. لمعلوماتكم انه هاد الخدمه تقدر تخدمها في 48 ولايه، واحد ما راح يحبسك، وانما تخدم كيما حبيت.
وفوق هذا الشيء فوق 48 ولاية تقدر كما قلنا كاين 175 دولة تقدر تخدم فيهم. عندك لاجريمو هذاك اللي قلنا ولا العقد هذاك اللي راح توقع مع لا سوسيتي يسمح لك تخدم، انه يعطيك الحرية انه تخدم في حتى في 175 دولة. بالنسبة لافونتاج اللي في هذا الشيء انه لا سوسيتي كي تعود تحب تروح الواحد من 175 دولة اللي راي تكزيستي فيهم هاد لا سوسيتي تقول لك في الدوسي دو فيزا كي تروح باش تدفعو ارواح نعطيك واحد الورقة حطو في الدوسي دو فيزا باش تعاونك وتجرب لك الفيزا تولي تجيبها تجي لك الفيزا في بريودة قصيرة. هذا افونتاج من لي زافونتاج. افونتاج واحد اخر للجراند ماناجر انه باغ اكزومبل كاين اللي يحب يزيد يفهم اكثر في لي برودوي ولا يحب يفهم اكثر في السيستم ام ال ام تعطي له لا شونس لا سوسيتي انه يجوز واحد الكونكور. كي يجيب ويربح هذا الكونكور يقدر يروح للماريكان ويقرا في اليونيفرسيتي تاع هذا لا سوسيتي، اليونيفرسيتي اسمها فور ايفر، يقرا فيها ويتفورما فيها سواء في الدومين تاع لي برودوي باراميديكال ولا في الدومين تاع الماركتينغ لام ال ام. وكي يكمل راح يخرج بالدبلوم ديالو ومعترف به دوليا، يقدر يقري به، يقدر يخدم به، يقدر يدير به دي فورماسيون. ممكن من القدام بلاك يزيدوا هنايا في لي زونيفرسيتي تاع الجزائر سبيسياليتي واسمها لا مالام، يقدر مام يخدم يعني يولي يفورمي بها الناس ويقري بها الناس. بالنسبة هذا الافونتاج واحد اخر. كاين دي زافونتاج واحد اخرين راح نطرقوا ليهم من بعد. حاجة واحدة برك ملاحظة صغيرة، كاين اللي ممكن يقول لي كي نلحق الكراد انيماتور ولا ماناجر احجو ولا ماناجر ما نخدمش كامل، نروح نرقد ما نخدمش كامل، ما نبيعش لي برودوي ولا ما ندخلش ناس جدد. نقول له تو سامبلومون لا سوسيتي مش راح تسمح لك بهذا الشيء، لانه لا سوسيتي عندها في القانون ديالها واحد ما عنده الحق يبروفيتي على واحد اخر، ما عندكش الحق تبروفيتي على الجروب ديالك، انت الجروب ديالك يخدم وانت تروح ترقد وتدخل دراهم، نو ماشي من حقك هذا الشيء. تقول لك لا سوسيتي اوبليجي عليك تخدم، لازم عليك كيما راهو الجروب ديالك يخدم لازم عليك انت تاني تخدم، سينو ما نعطيلكش كيما قلنا لي بورسونتاج هادو اللي كنا نحكيو عليهم من قبل نسميوهم حنايا في لاسوسيتي البونيس. ما نعطي تقول لك لاسوسيتي كون ما تخدمش ما نعطيلكش البونيس ديالك. تو سامبلومون واش تقول لك لاسوسيتي من الكراد انيماتور وطلع تقول لك لاسوسيتي لازم عليك دير على الاقل 4 بوان في الشهر. كيفاش تقول لي ندير 4 بوان في الشهر؟ نقول لك دير بوان بيرسونيل معناتها تشري بوان دي برودوي وتزيد دخل ناس جدد. تو سامبلومون كي تدخل ناس جدد عندك بونيس اكثر، وكي تشري دي برودوي تعاود تبيعهم عندك فايده اكثر، وتو سامبلومون راح يدخل يقدر يدخل لك البونيس ديالك من الخدمه ديالك تاع الشهر اللي فات. وبالنسبه للبونيس كل ديبي دو موا راح تبعث لك لاسوسيتي في ليميل ديالك الريلفي دو بونيس ديالك فيه التفاصيل كامل تاع البونيس ديالك، بشكون دار، بشحال كل واحد دار من لي بوان، بشحال دخلت من كل واحد، شحال دخل البونيس ديالك راح يكون في الريلفي دو بونيس بلورو، ويعطيو لك ليكيفالو ديالو بالدينار. بيان سور كي تروح ترفدو في لابونك راح ترفدو بالدينار بويسك انتردي هنايا في الجزائر ترفد الديفيس. وتاني راح تلقى في الريلفي دو بونيس ديالك تلقى فيها بورسونتاج داتو لي زامبو تاع الدولة. تو سامبلومون هنا يعني راك ريغلو من جهة الدولة لي زامبو ما يقدروش يحاسبوك من بعد، مام إلا حاسبوك قالوا لك كيفاش جبت الدراهم هادو راح تجيب لهم لي ريلفي يلقاو فيه كامل التفاصيل، يلقاو فيه مام باللي
ليزامبو داو حقهم، يعني راك عطيت لها حق الدوله، يعني ما راك ريغلو من كاع لي كوطي. البورسونتاج هذا ماشي حاجه كبيره، يديو بورسونتاج صغير من البونص ديالك. بالنسبه كما قلنا الشرط هذايا راح يكون عندك 4 بوان من الجرات انيماتور، وطلع راح يكون عندك 4 بوان ديرهم في الشهر، لزم عليك ديرهم في الشهر ونسموهم لاكتيف. عفوا الكات بوان هادو كي ديرهم راح تدخل لك اوتوماتيكمون لا سوسيتي البونص ديالك في الكونت ديالك بونكار. يقول لي واحد ممكن لي كات بوان هادو علاش دارتهم؟ تو سامبلومون باش واحد ما يبروفيتي لي على الجروب ديالو، لان واحد ما يقبل ما واحد ما وحتى واحد فينا ما يقبل انه هو يخدم واللي معاه في الخدمه واللي دخلوا للخدمه راهو راقد ويدخل له الدراهم. واحد ما راح يقبلها هذا الشيء. سي بور سا لا سوسيتي حمات حقوق كل واحد ودارت هذا الشرط باش اوبليجي على كل واحد يخدم. هي فايده ليه هو بالذات انه راح يزيد في لي بوان ديالو، وثاني باش يضمن يقعد خدام، باش يضمن يقعد خدام وماشي ما راهوش يبروفيتي على الجروب ديالو. حاجه واحده اخرى انه في السيستم هذايا كما قلنا هو سيستم تاع اورديناتور، هو اللي يحسب كلش في الماتريكول، يحسب لك البوانتاج ديالك شحال راك تخدم انت والجروب ديالك في الشهر. تو سامبلومون السيستم هذايا ما يعرفني كبير ني صغير ني راجل ني مرا، ما يعرفني مسلم ني ماشي مسلم. بالنسبه ليه كاع كيف كيف، حنا دي ماتريكول يعرفنا دي ماتريكول، يعرفنا بالخدمه ديالنا، يحاسبنا بالخدمه ديالنا حتى للدور الاخر. يعني تو سامبلومون في هاد الخدمه كنت تخدم خير من اللي دخلك الخدمه راح تدوبليه سوا في البونيس سوا تاني دوبليه في لي بوا في الكراد. تو سامبلومون وكي تدوبليه في لي كراد اوتوماتيكمون رايحين حكم من الريزو ديالو، ويولي ما يديش عليك بوني، واللي ما يديش عليك بونيس. سي بور سا دارت هذاك الشرط باش تخليه اوبليجي عليه خدام، باش واحد ما باش يضمن حقه هو تاني انه واحد ما يدوب ليه، سورتو اذا كان واحد اكتيف في الخدمه اكثر منه. دونك كيما قلنا نرجعوا لي زافونتاج اللي كان مور جراد ماناجر. لي زافونتاج كاين دي زافونتاج بزاف. بالنسبه تاني لي جراد، لي جراد ماشي رايحين يحبسوا في 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 الجراد ماناجر، وانما كاين دي جراد واحد اخرين مور جراد ماناجر. ولي جراد هذوك فيهم تاني بونس كتر. بالنسبه لي زافونتاج كاين دي زافونتاج اللي هما دي فواياج، كاين دي زافونتاج اللي هما دي بونيس واحد اخر، دي بونيس دراهم، كاين دي زافونتاج اللي هما دي بونيس واحد اخرين. هذا اكزامبل على جروب تاع خدمه. كي تلحق الجراد المانجر راح يكون عندك كونتاكت ديريكت مع الشركه الام في الامريكان. راح يكون كيما رانا نشوفوا هنايا عندك كليون تحت الكليون 48%. واش معناتها؟ معناتها راح تولي الفائده ديالك من لي برودوي هي 48%. عندك لي بورسنتاج على كل واحد هنايا في الجروب ديالك. هنايا كيما رانا نشوفو كاين واحد لالين هنايا فيها ام ام دو ام 3. واش معناتها؟ هذه معناتها ماناجر 1 ماناجر 2 ماناجر 3، ولا ماناجر بريمير جينيراسيون ماناجر دوزيام جينيراسيون ماناجر تروازيام جينيراسيون. واش معناتها هاد لالين؟ معناتها انك انت تطلع ماناجر وتدخل معاك واحد يزيد يطلع ماناجر، وهذاك اللي دخل معاك نفرضوه بار اكزامبل خوك، وخوك زاد دخل صاحبه طلع مهناجر، وصاحبه زاد دخل جاره طلع مهناجر. انت راح تدي بورسنتاج على خوك وعلى صاحبه وعلى جاره. دونك
هاد لي بورسونتاج، هاد لالين هادي نسموها لالين سوليد، كل واحد والبورسونتاج ديالو. بالنسبة لي بورسونتاج راح تحسب تحبس على التروازيام جينيراسيون، يعني انت تاخد دي بورسونتاج على خوك وعلى صاحبه وعلى جارو، ومن بعد باغ اكزومبل جارو زاد دخل خوه، ما تديش على خو جارو تو سامبلومون، لانه لي بوان و لي بونيس رايحين يحتبسوا عند التروازيام جينيراسيون. امبوسيبل راح تدي على كاع لي جينيراسيون اللي راهم جايين، لانه مش كامل لي جينيراسيون راح تتعامل معاهم، مش راح تعرفهم كامل. سي امبوسيبل، سي با لوجيك، يعني تدي عليهم كامل. مي رايحين نرجعوا للعسه واحده اخرى اللي راح اللي يحب يتعرف عليها. كاينه عسه تخليك يعني طوبليجي عليك تخدم تاني معاها لي جينيراسيون الاخرين، تو سامبلومون لانه عندها افونتاج واحد اخر. مانيش حاب نفصل بزاف في هذا الفيديو باش ما نطولش بزاف. كما قلنا هذا اكزامبل على جروب في الخدمه، تو سامبلومون واحد يكون عنده جروب كيما هذا ممكن يتوشي حتى ل كيما نقولوا 40 حتى ل 60 مليون في الشهر. كان تاني ديزافونتاج وواحد اخرين اللي هما كيما قلنا دي بونوس تاع دراهم، ولا دي بونوس واحد اخرين كيما بار اكزومبل فواياج، كيما بار اكزومبل طونوبيل، كيما بار اكزومبل دار. وكيما قلنا كاين دي كراد واحد اخرين مور الكراد ماناجر، ما يحبسو ما تحبسش تما. كاين مور ماناجر، كاين ماناجر سينيور اللي هو تطلع انت يا ماناجر وتزيد تطلع زوج، يطلعوا زوج دخلوا معاك الكراد ماناجر. يعني بار اكزومبل دخلت خوك ودخل جارك، يطلعوا هما عندي ماناجر. هذا ماناجر سينيور يتوشي في العام 38500 اورو، يعني يقيس كيما نقولوا تقريبا 450 مليون في العام. 450 مليون بيان سور جزائريه في العام يتوشيها. كاين كرادو موراه اللي هو ماناجر ايسور. ماناجر ايسور اللي هو يكون ضاير بيك سانك ماناجر، يعني يكونوا خمسة دخلت من الناس دخلتهم معاك في الكراد يطلعوا دي ماناجر، دخلتهم معاك يطلعوا دي الكراد ماناجر. هذا ماناجر ايسور يتوشي ابي بري او مينيموم في لاسوسيتي يتوشي 67000 اورو، يعني قس تقريبا 700 مليون في العام. اما بالنسبه للقراض اللي موراه كاين ماناجر سافير. ماناجر سافير يكون معاه ديريكت 9 ماناجر، يعني 9 عباد دخلهم معاه في الخدمه يطلعوا دي ماناجر. كي تلحق ماناجر سافير من ماناجر او مينيموم عند نايت في لاسوسيتي توشي تقريبا 2.5 ملايير في العام. هادي بالنسبة لي كراد لي مور ماناجر. وكاين تاني دي كراد واحد اخرين، كاين دي كراد ماناجر سافير ديامون، كاين دوبل ديامون، كاين تريبل ديامون. وروح هي يعني باختصار في هذه الخدمة ما كانش لا ليميت، قد قيس ما راك تخدم اكثر، قيس ما راك تطلع في الكراد، قيس ما راك تربح اكثر. تو سامبلومون ما كانش ليميت، وانما حقك راح تدي حتى الاخر في هذه الخدمة. هذا كما راكم تشوفوا اكزامبل على ريلفيد بونيس، راح يكون بالتفصيل كما هكا، راح يكون فيه اسماوات الناس اللي معاك في الجروب، شحال من لي بوان دارو، شحال عندك بورسونتاج نتايا لي بونيس، يعني شحال عندك بونيس عليهم. بالنسبة للكونت اللي راح يدخل لك فيه
تراهم، تقول لك لا سوسيتي عندك حق تمد لنا اي كونت بنكان نحطوا لك فيه دراهم، وانما كاين كونت هنا، كاين بنكه هنايا في الجزائر سنيات معاها اتفاقيه لا سوسيتي هذه باش تسهل لك الكرياسيون تاع الكونت فيها اللي هي بي ام بي باريبا، وتو سامبلومون لاغريمون اللي شفناه قبل تقدر تلقى فيه اون كوبي من الداخل، تقدر تديها مع اون بابي واحد اخر تمدهم لا بونك راح تكري لك اوتوماتيكمون الكونت ديالك تما عندها، وراح تمد تمد لي زانفورماسيون تاع الكونت لا سوسيتي، وهي كل شهر راح تحط لك فيه البونيس ديالك. تو سامبلومون بالنسبه كما قلنا لي زافونتاج لي في لا سوسيتي، كان افونتاج تقول لك لا سوسيتي عندك بيريودا باغ اكزومبل تاع 3 شهور، ففي 3 شهور هادو تقول لك هاوليك شحال دير فيه من بوان، كي تكملهم سواء تكمل قيس واش قاتلك ولا اكثر تقول لك عندك ليكيفالون تاع واش درت، يا اما نخلصه لك كل شهر دراهم تديهم كل شهر مدة 36 شهر يعني 3 سنين راك تدي في البونيس هذايا، ولا تقول لك تحب نشريها لك طونوبيل، ولا نشري لك بيهم دار، ولا نبني لك بيهم دار. هذا بالنسبة للافونتاج ونحن واللي نسميه حنايا تشالنج. بالنسبه لافونتاج واحد اخر ولا تشالنج واحد اخر، كاين بيريودا بار اكزومبل تقول لك لا سوسيتي عندك عام في يدك، تقول لك هاوليك شحال دير لي من بوان، عندك فواياج كاين دو فواياج ديرهم هاد لا سوسيتي كل عام لي ديستريبيتور ديالها اللي ينجحوا في لي تشالنج هادو. لي فواياج هادو كاين لي دو فواياج تلقاهم دي فواياج كل خطرة وين ديرهم، خطرة في المكسيك، خطرة في هاواي، خطرة في لامريك، خطرة في لندن، خطرة في سنغافورة، خطرة في سود افريك، خطرة في لاغريس، خطرة في دبي. كيما العام الجاي ان شاء الله راح يكون واحد في دبي، واحد يكون بين تروا بلاص، راح يكون بين بارسلون روما ومونتي كارلو. هذا الفواياج راح يكون في بابور، في بابور كبير، البابور هذا راح يدور في 6 ايام على لي 3 بلاص هادو. كما قلنا لي دو فواياج هادو راح يكون لا بيريود تاع الفواياج 6 ايام في لوتيل مينيموم 5 ايطوال، والفواياج مش راح تكون فيه وحدك وانما انت وانسان واحد اخر تخيره معاك. لي فري تاع لي فواياج كل خالص من لا سوسيتي، ما تديش مامبا معاك دراهم، وانما كي تلحق تما راح تعطيك لا سوسيتي من عندها كريديت كارت فيها اون سوم دارجون تخلص بها اي عفسه حبيت تشريها من تب. بالنسبه للفواياج هادو كاين فواياج كما قلنا كاين دو فواياج، فواياج الاول فواياج سامبل تحويسه برك، الفواياج الدوزيام فيه في الاخر تاع الفواياج يعني في النهار الاخر يديروا حفله يكرموا فيها اللي راحوا هذا الفواياج واللي كملوا تشالنج هذايا حتى الاخر بشك كما راكم تشوفوا في اون سوم دارجون يعني زياده على واش راك تدي من بونيس. بالنسبه اللي الحكايه اللي قلنا قبيل لي جينيراسيون باش تقدر تخدم مع لي جينيراسيون الاخرين ويعني تنفعهم وما تحقرهم شو تاني، لافونتاج ديالهم هي في الشك هدايا انه كل ما تعاونهم اكثر باش يلحقوا يدو هما تاني الشك هدايا راح يكبر انت تاني الشك ديالك البونيس ديالك. تو سامبلومون هذا باختصار الخدمة مع هاد لا سوسيتي، باختصار هاد قدمت لكم في هاد لا فيديو هاد لا سوسيتي لي برودوي ديالها اون جينيرال والخدمة ديالها، يعني سيت نعطي لكم البوسيبل في هاد لا فيديو. هاد التصاور اللي راكم تشوفوا فيها هي دي زيكزامبل على ناس نجحوا مع هاد لا سوسيتي، ناس كانوا ما يعرفوا والو على هاد لا سوسيتي، ما يعرفوا والو على هاد السيستم هذايا، ما يعرفوا والو على طريقة الخدمة في هاد لا سوسيتي، وانما دخلوا
وانما حاجه واحده برك، كي يسمعوا بهذا السيستم ما قالوش حنا ما نعرفوش، ما قالوش حنا ما قدروش، ما قالوش حنا ما تساعدناش، وانما قالوا حاجه واحده، نسيو مادام ما رانها خاسرين والو. راه بيان سور كيما قلنا لكم مش راح نخلو لكم، رايحين مش راح نخلو لكم، وانما راح نفورميكم، نعاونوكم وندورو البوسيبل ديالنا باش تنجحوا، لانه اصلا فايدتنا في فايدتكم. كي تنجحوا انتم ما رايحين ننجحوا احنا تاني. تو سامبلومون احنا يعني باختصار ما كانش انانيه في هذه الخدمه، كما نحبوا الخير الروح رايحين نحبوا الخير ليكم انتم تاني. نعاونكم باش تنجحوا، باش تلحقوا كيما هادو واكثر ان شاء الله، كيما راكم تشوفوا في لافوطو دوزيام هذا في فواياج، كان هادو للزوج دي زالجيريان نجحوا في الخدمه، كانوا موراهم العلم تاع ماليزيا. من لي زافونتاج تاني تاع هاد الخدمه انكم راح تربحوا معارف على ناس واحد اخرين، دي رولاسيون معاهم، تربحوا بار اكزومبل كي تروحوا فواياج كيما هذا، تربحوا دي رولاسيون مع ناس واحد اخرين في لو موند. كيما قلنا ما كانش ليميت في هذه الخدمه، وحبيت نقول ملاحظه صغيره انه بالنسبه هنايا للجروب ديالنا خصوصا الجروب ديالي، ملاحظه صغيره انه البيت ديالنا من هاد لافير كامل، قبل ما يكون البيت ديالنا دراهم ولا قبل ما يكون نجاح، البيت ديالنا انه نعاونوا ناس باش يبراو من لي بروبليم ديالهم، من الامراض ديالهم، باش يعيشوا بيان سونتي لا بون سونتي. ماذا بينا تاني نعاونوا ناس البوسيبل، نعاون نديروا البوسيبل ديالنا باش نعاونوا ناس واحد اخرين اللي محتاجين خدمه واللي محتاجين دراهم باش يلحقوا ويديروا باش يلحقوا الاستقلاليه الماديه، باش يلحقوا يكفيوا رواحهم. على بالنا باللي الناس بزاف راهم ماش لاحقين، خدامين قسمه خدامين، يعني تلقى خدام من الصباح للعشيه، بالك زايد تاني خدمه واحده اخرى وماش لاحق. تو سامبلومون حابين الناس نعاونوا الناس، يعني تو سامبلومون البيت ديالنا قبل كما قلنا قبل، البيت سورتو البيت ديالي انايا قبل ما ننجح في الخدمة هذه، البيت ديالي انه نعاون الناس باش يبراو ويعيشوا بصحة مليحة، ونعاون الناس اللي محتاجين الخدمة واللي محتاجين دراهم باش يخدموا ويديروا دراهم على روحهم. بون سمحوا لي لا طولت عليكم، وسمحوا لي لك كثرت عليكم في الهضره. تو سامبلومون سيت نختصر قسم ما نقدر باش نشرح الماكسيموم على هذه الخدمه. بون السيستم هذايا ما يخلصش هنا، لي زانفورماسيون على لي برودوي وعلى لا سوسيتي وعلى السيستم ما يخلصوش هنا، وانما فيهم تفاصيل واحد اخرين. اللي يحب يعرف تفاصيل واحد اخرين على السيستم وعلى لا سوسيتي، نقول لهم مرحبا بك، كونتاكتيني سوا في الفيسبوك ديالي هشام اوراق، ولا على لي نيميرو التليفون اللي راح نديرهم على فيديو من بعد، نديرهم على فيديو ان شاء الله. كما راكم تشوفوا هنا يعني فوتو تاع لي فواياج، ان شاء الله كامل تلحقوا الواش راكم حابين. دركا نقدر نقول لكم سي بوسيبل تولي تحلم دركا باش تحقق واش راك تتمنى، ماشي امبوسيبل. كاين اللي حاب يفواياجي يقدر يفواياجي، كاين اللي حاب يبعث والديه للحج ولا العمره نقول له بربي ان شاء الله راح تبعث والديك للحج ولا العمره، كاين اللي حاب يدير دار، وكاين اللي يحب يدير طونوبيل، وكاين اللي يحب يدير بروجي، كاين اللي يحب كل واحد كيفاش يحلم كيفاش يحلم، وكاين كل واحد لاحلامه وكل واحد واش يتمنى يحب يدير، نقول له بربي ان شاء الله تلحق دير هذا الشيء كامل. برك نقول لك نحي كلمه امبوسيبل من راسك، ونحي كلمه ما نقدرش، ونحي كلمه ما تساعدنيش ولا ما نعرفش، رانا هنا باش نعاونوك ونفهموك ونورولك واش دير، ونعاونوك باش تلحق ماشي باش تخدم، وانما نعاونوك بربي ان شاء الله باش تلحق وتنجح.
تسبلمون ان شاء الله. نقول لكم كما قلت لكم ان شاء الله، ماني ما كثرتش عليكم وما طولتش عليكم. ان شاء الله نقول لكم مرحبا باي استفسار وباي ملاحظه ولا يعني اي راي حبيت تزيدوه على هذا الفيديو. ممكن نكون يعني ممكن نكون غلط في الهضره، ممكن نكون خلط شويه، ممكن نكون تابك، يعني تو سامبلومون سي لا بروميير فيديو بالنسبه ليا. يعني نقدر نقول لكم سي وما تكريتيكيوش بزاف، راني نكسر برك، وانما كريتيك او بالعكس، وانما اللي كريتيك انا بالنسبه لي رايحين يعاونوا لي باش نحسن اكثر الخدمه ديالي ونحسن اكثر خدمه الناس واحد اخرين. وان شاء الله كما قلت لكم بون كوراج لاي واحد، ومرحبا باي واحد حاب يخدم وحاب ينجح، ومرحبا باي واحد حاب يستفسر على اي حاجه ولا لا ديسكريبسيون ولا حاب يبدا في الخدمه. ان شاء الله رايح نكون في الاستماع ونجاوب كامل على تساؤلاتكم واستفساراتكم. ان شاء الله ربي يوفقنا باش نعاون الناس بزاف يبراو من لي بروبليم ديالهم. وان شاء الله نعاون الناس بزاف باش يصيبوا خدمه مليحه ويلحقوا الانديبوندونس فينانسيير، وان شاء الله يعيشوا فرحانين ولاباس بهم. هذا بصفه عامه واش كاين في الخدمه. نقول لكم بارك الله فيكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Il y a longtemps que j'ai compris que Forever, c'était une histoire de générosité. Il y a longtemps que j'ai compris que Forever, c'était d'abord une histoire de gens. Et chaque fois qu'on présente des chiffres chez Forever, on ne peut pas s'empêcher de penser à toutes les personnes qui sont derrière et qui ont construit cet édifice. Moi, je suis fier de Forever, je suis fier de ce qu'on fait. Je suis très content d'avoir un réseau énorme. Mais dites-vous bien une chose, ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. GLT, pour nous, c'est une grande fierté. C'est un immense travail. C'est un immense travail de 20 ans. On a commencé à peu près en même temps que José et Anne-Marie. Et c'est aussi, on représente l'exemplarité par rapport à nos groupes. Et souvent, ben, c'est ce que je leur dis, ce que nous avons réussi à faire, vous pouvez vous aussi le réaliser. Et c'est ça notre mission, de changer la vie des autres, de leur apporter un plus, de leur donner une vie meilleure. Et c'est ce à quoi on s'attache ben, depuis une quinzaine d'années. It all started with Al Olin and our marketing plan. And we started very small. We started with a few people and helped them. And we have been growing ever since. And we've increased our products to approximately 150 that we have now. They all help people have better health. And that our goal was to help people get what they wanted in life.